كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مليون مبروك يا مريم تاني، ببارك لك طبعا، ببارك لكل جماهير النادي الاهلي. ويمكن في هذه اللحظات طبعا يمكن معي احسن وافضل ليبرو في افريقيا مش بس في مصر، ندى وليد. ندى طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك فوز طبعا فتيات الذهب بالدوري طبعا ببطوله الدوري هذا الموسم، مبروك يا ندى. الله يبارك فيك يا سلا، ربنا يخليك. الحمد لله طبعا. طبعا كلميني طبعا يمكن البطوله دي او الدور النهائي ده كان طبعا يمكن من اصعب الماتشات او اصعب المباريات اللي كانت بالنسبه لكم الموسم ده، فوز الاول في اول مباراه، ثاني مباراه خساره، ثالث مباراه قدرتوا تعوضوا وتفرحوا الجماهير، فطبعا كلميني على اجواء البطوله. بصي بصراحه انا كان نفسنا نكسب في السلسله دي 2-0، بس طبعا ربنا ما ارادش يعني، عشان احنا استهترنا بصراحه وعرفنا غلطاتنا كلها يعني في الماتش الثاني وخلاص نسيناه، وقلنا احنا عمرنا ما نقدر نستهتر بفرقه كبيره زي فرقه نادي الزمالك، بس فاحنا عملنا سكاوتنج عليهم كويس قوي وعرفنا ايه غلطاتنا واشتغلنا عليها، والحمد لله عرفنا نكسب تالت ماتش الحمد لله. الحمد لله. طبعا شفنا الغلطات اللي انتوا يعني عملتوها في المباراه الثانيه، فعلا فعلا قدرتوا تصححوها وما عدتوهاش او ما كررتوهاش طبعا في مباراه النهارده. بالظبط، تاني ماتش اصلا كان كله غلط يعني، ما كانش فيه اي حاجه احنا عملناها صح يعني، فما كانش فيه هيبقى اوحش من كده، بس فالحمد لله ان هي جت دلوقتي وعرفنا ناخد الدوري عشان نقدر ناخد الكاس وافريقيا ان شاء الله. ان شاء الله زي ما انت قلتي كاس وافريقيا، لسه الموسم طويل ومن المتوقع طبعا ان احنا هنقابل نادي الزمالك طبعا في النهائي سواء بطوله افريقيا او بطوله الكاس. طبعا تحبي تقولي لجماهير النادي الاهلي بعد الفوز ببطوله السوبر وطبعا والدوري النهارده؟ بحب اشكرهم طبعا واقول لهم ان احنا دايما احنا نفسنا ان احنا نكسب كل البطولات ونفسنا دايما ان احنا نفرحهم، وبشكرهم ان هم دايما في ظهرنا وفي ظهري انا بالذات، فالحمد لله على كل شيء، وبنقول لهم ان احنا ان شاء الله نكسب كل حاجه. مامة ندى بقى تحبي تقولي ايه طبعا لندى؟ ندى دي فخر ليا وشرف ان انا يعني دي بنتي حبيبتي، وهي تعبت كتير بصراحه وربنا بيكافئها في كل مره بتنزل بتثبت انها فعلا احسن ليبرو، وهي شرف بجد يعني، هي لسه عندها اكتر من كده كتير وانا عايزه منها اكتر من كده كتير، ونفرح النهارده وكاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. ندى فخر لينا كلنا طبعا جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي. هي بصراحه بدعم من مجلس الاداره ودعم الجمهور معاها بصراحه يعني، بنشكر كل مجلس الاداره والجمهور بصراحه انه واقفين فعلا في ظهرها. ميرسي جدا لحضرتك ومبروك مره ثانيه. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي. شكرا. طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم ومعايا واحده طبعا من